أهلا بكل مشاهدينا من جديد. معنا دلوقتي مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أهلا بكل مشاهدينا. منتخبنا الوطني خسر من المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 4-1 خلال المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح في العاصمة الكورية سول. وفريق الأهلي اختتم امبارح تدريباته استعدادا لمباراة إيسترن كومباني اللي هتتلعب النهاردة على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز. قبل انطلاق التدريبات الختامية، سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق أجرى جلسة محاضرة بالفيديو مع اللعيبة واتكلم معاهم في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. المنتخب الهولندي حقق الفوز على منتخب ويلز بنتيجة 3-2 خلال المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وبالنتيجة دي بيتربع منتخب هولندا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ومنتخب ويلز في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة. ومنتخب المجر حقق الفوز على منتخب انجلترا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي اتصدر منتخب المجر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ومنتخب انجلترا في آخر المجموعة برصيد نقطتين. وكمان نجح منتخب ألمانيا في تحقيق فوز عريض على منتخب إيطاليا بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب روسيا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية. بكده المنتخب الألماني أصبح في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ومنتخب إيطاليا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط. وخلينا نشوف منتخب كوستاريكا اللي تأهل لكأس العالم 2022 بعد فوزه على نيوزيلندا بالأمس بنتيجة 1-0 في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، واللي هتضم كوستاريكا لمنتخبات أسبانيا وإيطاليا واليابان في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس العالم. نادي ليفربول الإنجليزي اللي بيلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أعلن التعاقد مع مهاجم منتخب أوروغواي داروين نونيز، وهو جاي من صفوف بنفيكا البرتغالي بعقد طويل الأمد. النادي كمان أعلن أنه أنهى كل إجراءات اللاعب بالحصول على تصريح العمل والتصريح الدولي كمان.